سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم حنهضر لكم على الفرق بين سي سي ار بي والباور دوز. درت لكم للزوج عليه فيديوهات تطبيقيه. السي سي ار بي عنده الطريقه الاولى للاستعمال وعنده الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى اللي هي تغسلي بشامبوان كلاريفيون هذا الاس اش، من بعد تستعملي سي سي ار بي نيميرو 1 2 3، وكل واحد تخليه يعني مده زمنيه في شعرك، من بعد تخلي هدايا ينشف وحده. الطريقه مفصله تلقاوها في قناتي على اليوتيوب هكذا. والباور دوز جاي اون دوز هكذا كيما راكم تشوفوا، مخلطه واجده تستعملوها. جاي قرعه صغيره فيها 30 مليلتر. بالعاني قلت لكم صغيره خاطر كي تشدوها بيدكم كيما راكم تشوفوا في يدي صغيره بزاف، لانه يستعمل غير وين الشعر محروق. اللي راهي حابه تفهم يعني شعرتها راهي محروقه ولا ناشفه واش تستعمل بين سي سي ار بي والباور دوز، بما انه استعملتهم انا للزوج سي سي ار بي والباور دوز ما نقدر نعطيكم الفرق ما بيناتهم هكذا باش تعرفوا واش تشرو. اول حاجه سي سي ار بي والباور دوز ماشي كيراتين وماشي بروتين وماشي ما يبدلكش الحاله تاع شعرك. شعرتك الى حرشه فخيزي تقعد هي هكذا. هذا نستعمله كي تكون شعره إلاستيكي، درتي ليماش ولا بالياج ولا مسبوغ ولا راهو يتقطع، سورتو ليماش ولا بالياج خاطر جينيرالمون ولا ديكاباج هي اللي تصرنا هاد الحاله، يولي شعرك يتقطع كلاستيك هكذا. تخافي تمشطيه لازم تروحي تقطعيه. في عود ما تروحي تقطعيه تروحي تستعملي سي سي ار بي الباور دوز المره الاولى، الا تعالج لك راكي مليحه، الا ما تعالجلكش لازم تستعملي المره الثانيه حتى المره الثالثه، سا ديبون على حساب الشعره. هكذا نشرح لكم بالتفصيل باش تفهموني. يعني هدايا نستعملوه غير الشعر المحروق الالاستيكي المطاطي، هادي باش تفهموها. السي سي ار بي كيما راكم تشوفوا قرع كبار كيما هكا، هادوما غاليين البنات، يتباعوا بلي دوز يعطيكم 4 قرع، انت شحال حبيتي تشري فوالا. وكاين هادية تجي واجده. دوكا الفرق ما بيناتهم وقتاش تستعمليهم. شوفي السي سي ار بي الا كانت شعرتك الاستيكي راهي تتقطع خاص ما تقدريش كامل تمشطيها، هذيك تستعملي من المستحسن سي سي ار بي الطريقه الاولى. معناتها تغسلي بشامبوان كلاريفيون، من بعد تعصري تنحي الماء الزائد، تروحي تستعملي سي سي ار بي نيميرو 1 تخليه في الشعر مده زمنيه اللي هي 45 دقيقه، وتخدميه ماش باغ ماش. من بعد تزيد تستعملي نيميرو 2 بعد نيميرو 3. المهم طريقه مفصله تلقاها في شان يوتيوب بلا ما نعاودها ونطول الفيديو. يعني قد ما كانت الشعره مهروده خلاص ما تقدري تمشطيه كي حاصله به، تروحي تستعملي سي سي ار بي نيميرو 1 الطريقه الاولى هكذا. الطريقه الاولى هذه هي، كل وحده تستعمليها وحدها باش تريباري الشعره. من بعد كي يعني خلاص كي خليتي شعرك نشف، لانه كي تستعملي سي سي ار بي نيميرو 3 ما حاش تشليه، حتخليه ينشف بالهواء الطلق. يعني هادو ما كامل تشليهم، كي نوصلوا سي سي ار بي نيميرو 3 تخليه ينشف بالهواء الطبيعي هكذا. من بعد واش تروحي ديري؟ كي ينشف شعرك تشوفي شعرتك شحال تريبارات، شحال تصلحت، شحال ترممت، فهمتوني؟ الى 70% مازال مخصص شويه. يعني هي من المستحسن عمل بلي غالي، مي هي من المستحسن لازم تعاوديه باش تزيد تريبارا، لانه الشعره ما تتريباراش من الخطره الاولى 100% هكذا. تتريبارا لك 50% 60% 70% 80% على حساب ضرر الشعره، هذا هو الحل. ولازم ديري ايغاليزاسيون تنحي هذوك لي فوش وترطبه، لانه هذا يعاود يرجع روابط الشعره، يربط لك الشعره باش ما تتقطعش. مي الترطيب لازم ترطبي شعرك هكذا. الا كانت شعرتك محروقه شويه ناشفه، درتي لي ماش نشفت لك يطلعوا لك لي زونتان، نقولوا الاستيكي مي ماشي تاع هذيك اللي تتقطع كشوينغام، فهمتوني؟ تستعملي يا الباور دوز، يعني تغسلي شعرك بهذا الشامبوان كلاريفيون ولا اي شامبوان سوقي اللي عندك، تستعملي هذا من بعد تستعمل الباور دوز هكذا باش يريباري لك شعرك، او تغسلي شعرك بشامبوان كلاريفيون وديري ميلونج 1 و 2 و 3، تلقاو طريقه في اليوتيوب فهمتوني. مي الحاجه المليحه انه هذه يعني كي تستعمليها وحدها تستقام لك ارخص من اللي تشري هذوما باور دوز كامل. يبيعهم كل واحد شحال يبيع؟ 700000 750000، كاين حتى يبيع 500000. مي يقدر يكون الكوبي، عارفين من عندما تشري سي سي ار بي فوالا، خاطر الكوبي داير حاله كيما الباور دوز. روحوا الفيديو حطيت لكم شكون يبيعوا اوريجينال، يعني اي خطا ولا انا نريكلامي يجيبوا اوريجينال، ما راني ضامنه فيه والحمد لله.
المهم يعني فهمتوني دوك المشكل من راهو البنات، نصارحكم بكل صراحه، ان شاء الله تكون كملتوا الفيديو لحقتوا لهنا، انه حنايا لي برودوي هادوما المرممات غاليين، هكذا غاليين في بلادنا. مي كيما هادوما ماركات على البرازيل، كيما في البرازيل ولا يعني غير دير لي ماش تستعمل لك باور دوز، ندير لك بالياش تستعمل موراه باور دوز باش تحمي شعرها. حنا لا حنا حتى الشعره تتمحن تتقطع تحصلي فيها باش تروحي تستعملي الباور دوز. يا هذا على هذا ما تشوفيش النتيجه من الخطره الاولى، لازم تستعملي الخطره الثانيه والخطره الثالثه باش تريبارا لك شعرك، فهمتوني؟ هذا هو المشكل، لانه هو في الاصل مخدوم يعني غير تصبغي شعرك ولا درتي لي ماش بالياج ولا ديكاباش لازم تستعمليهم. ما تهضريليش على الكيراتين والبروتين، هذاك معالج بالشعر شعرتك تتبدل هكذا باش تكون من الفخيزي تولي لك غاد. مي هادوما مرممات يعني شعرك يتسقم باش ما يقعدش مقطع ومحروق، وفهمتوني هذه هي خدمته. يعني اللي تقدر تشري عندك هكي خدامه تقدري تشري درتي لي ماش ولا بالياج ما تحرق لكش فوق البوني، استعملي هذا الباور دوز، هذه سهله شغل تشريها تستعمليها، غسلي فوق البوني بشامبو كلاريفيون باش يتفتحوا لك المسامات تاع شعرك، من بعد تستعملي هذا الباور دوز تنوي شعرتك محروقه هكذا باش تريبارا لك. الحاجه المليحه انه في الباور دوز ولا هادو سي سي اخ بي تستعمليه غير وين شعرتك محروقه، ماشي كيراتين، تستعمليه ماش باغ ماش، تستعمليه ماش باغ ماش بصح غير وين محروق، فهمتوني؟ وبالعقل على الشعره وبالسياسه سيختو كتكون الاستيكي. هذا هو الفرق ما بيناتهم، يعني في عود ما ديري ميلونج بين الان والدو والتخوا تقدري تشري هذا الباور دوز ديراكتومون واجد يسقم لك ارخص. مي شامبو كلاريفيون لازم تغسلي به، الا كنتي دايره كيراتين ولا بروتين ما تغسليش بالشامبو كلاريفيون خاطرش يروح لك، استعملي الباور دوز، اغسلي بالشامبو تاعك العادي من بعد هذيك استعملي الباور دوز، ولا ما تستعمليش الباور دوز تغسلي شعرك بشامبو كلاريفيون الا ما كنتيش دايره كيراتين ولا بروتين، تستعملي هدايا ميلونج، ولا الا كانت شعرتك مهروده مقطعه حالتها حاله تستعملي الان وحده والد وحده والتخوا وحده هكا حتى تريبارا لك الشعره. هذه هي كي تريبارا لك الشعره ديري ايغاليزاسيون رطبي شعرك، من بعد ديري كيراتين وبروتين ولا بروتين ولا بوتوكس حسب شعرك انت واش يسحق باش يشد لك اطول مده، شعرتك راهي صحيحه سما ما تخافيش عليها تتقطع. هذا هو الفرق بين الباور دوز والسي سي اخ بي. وكاين ملاحظه، نهار درت فيديو تاع الباور دوز كان يقول اذا نديرو لبنتي هذا يا باور دوز يستعمل فوق ليماش ولا باديش كيكون شعر محروق، بنتك ما عندها حتى علاقه معاه. هذه حاجه. الحاجه الدوزيام كانوا عندي 3 قرع، كي راحوا شراو قالك بعث لي قرعه برك ما بعتليش 3 قرع، انا وريت لكم شحال عندي يا وريت لكم شحال حيبعث لكم. انت تحبي تشري قرعه على حسب شعرك شحال محروق، اذا شعرتك قويه وطويل ولا لازم تشري زوج ولا ثلاثه على حسب شعرك. هذه هي ماشي معناتها كي رفت لكم انا هكا زوج قرع معناتها راهم يبيع بالزوج ولا هادوما كيف كيف، هادية وهادي كيف كيف، برك انا كانوا عندي ثلاثه وليت لكم ثلاثه، كانوا يكونوا عندي اربعه نحط لكم اربعه قدامكم. فوالا هذا هو الفرق ما بيناتهم، درت لكم ملخص للباور دوز والسي سي اخ بي وقتاش تستعملوهم، اعرفوا من عند من تشرو. كيما الباور دوز حطيت لكم من تشرو، سي سي اخ بي ثاني ادخلوا الفيديوهات اكتبوا بيوتي ويد اسما السي سي اخ بي برك قدامها يخرج لكم كاع الفيديوهات اللي درتهم، بيوتي ويد اسما ثاني باور دوز يخرج لكم الفيديو تاع باور دوز، هذه هي اسهل حاجه في الغوشيرش في اليوتيوب. فوالا هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى كنت تفدتكم واستفدتوا منه. ما تنساوش ابوني وشان يوتيوب وابونوني ثاني في الانستغرام، بارطاجي معكم كلش في ستوري، والسلام عليكم.